احنا جينا النهارده حدائق القبه عند اهل رشاد صلاح. رشاد يعني على حسب ما احنا عارفين واهل المنطقه عارفين وصور محطوطه في كل حته وشاب زي الفل، من الشباب اللي كان نفسنا يكون موجود منه كتير الحقيقه. يعني هو بيشتغل وبيدرس في الجامعه، لكن قصته انتهت بقصه مختلفه عن المفروض ان احنا نتوقعه للشاب بالشكل ده. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر من الوالد، من الوالده اللي اسف الوالد اللي توفى من 6 شهور الله يرحمه يا رب، ونشوف قصه رشاد ايه. البقاء لله الاول، ونعم بالله. البقاء لله. والده رشاد واخته، ممكن حضرتك تحكي لنا القصه كلها؟ انا حضرتك قلت ان رشاد من هو صغير وهو ملتزم جدا وهو في جامعه نظم معلومات. أيوة. وهو اللي قرر ان يشتغل في مصنع. أيوة. في مصنع برجر. بعد ما باباه توفى قرر يشتغل في مصنع البرجر ده عشان يجي لنا هنا بدري بمواعيد، عشان انا واخوه واخته قاعدين لوحدينا. فقرر ان هو يروح المصنع ده، بقاله 6 شهور شغال عشان يساعد في مصاريف البيت وكل حاجه، عشان يساعد وكل حاجه. وهو اصلا رشاد ابني بيحب الشغل، بيحبه من صغره، من 6 ابتدائي وهو بيشتغل. هو كان كام سنه الله يرحمه؟ رشاد 21 و3 شهور لما الله يرحمه. فاللهم صل على النبي، راح المصنع دوت. فالجمعه اللي قبل العيد بيوم، قبل الوقفه بيوم، في حد من زمايله جالي، كان تليفونه هو بايظ وما خدوش معاه، حد من زمايله من صحابه هنا من الشارع جولي، وقال لي رشاد بس كان متعور في ايده، ونزلوا راحوا له المستشفى. فانا نزلت روح رشاد المستشفى، وهو رشاد للاسف متوفي، بس ما حدش قايل لي عشان اروح يعني. فالمهم رحت، كنت في حاله صعبه قوي، ما كنتش عايزه ما اعرفش اي حاجه خالص. قالوا لي تعالي متعور في ايديه. قلت الحمد لله متعور في ايديه، طب ليه متعور؟ مش حتى مش عارفه اقول ليه، ان انا عارفه يعني مش عارفه، قلت يمكن الحاجات اللي بيشتغل في، مش فاهمه في ايه اصلا. المهم رحت، انا اهم حاجه عندي ان انا اشوفه متعور في ايديه، اكدب قلبي ان قلبي حاسس ان رشاد في حاجه غلط، مش عارفه ليه، حاسه ان هو في حاجه كبيره. المهم قعدوا يسكتوني ومفيش حاجه، مفيش حاجه، تعالي متعور في ايديه. رحت، اول ما رحت عند المستشفى بصيت في عين صحابه، عرفت ان رشاد متوفي، لا مش متعور ولا في حاجه في ايديه ولا اي حاجه من منظرهم. دخلت ما قدرتش اكمل اللي جوه عند المستشفى، بقيت اقول لهم نيموني نيموني، حتى مش عايزه اعرف ايه اللي حصل لرشاد، مش عايزه اصدق ان رشاد مات، مش عايزه اصدق. بس فبعدين بقى خدنا رشاد تاني يوم، رحنا دفناه. بعدين بقى بيقولوا قدامي بقى اللي حصل، عرفت ان هو كان بيهزر مع واحد في القسم التاني، هو في قسم الفراخ، رشاد في قسم الفراخ، ومانجا ده في قسم الايه اللي قتله ده في قسم اللحمه. فبيتجمعوا اخر كل كام يوم على ترابيزه واحده، بيخلصوا الايه الشغل عليها كل كام يوم، كل فين وفين، مش صاحبه خالص. رشاد كان بيحكي لي على كل اسامي اصحابه، كل حاجه بتحصل معاه رشاد بيقولها لي، عمره ما جاب لي سيره مانجا ده ابدا. المهم عرفت ان مانجا دوت رشاد كان، وهم واقفين على الترابيزه فبيهزروا مع بعض هزار عادي، عشان ما ينفعش يهزر بالالفاظ في المصنع ده، ما ينفعش، فبيهزروا عادي. ف المدير خصم لهم نص يوم، ده نص يوم وده نص يوم، عشان هزار يعني، عشان بيتكلموا ولا عشان بيهزروا. فمانجا راح اشتكى رشاد للمدير، فبيقول له ليه كده، احنا داخلين على ايام عيد، ليه بتشتكي؟ مش انت بتهزر معايا؟ ليه بتشتكي؟ المهم الواد يعني على حسب ما سمعت الواد كان في حاجه غلط. المهم يوم الجمعه رشاد حبيبي لما راح الشغل، راح الواد قابله على السلم خبطه، ودهم للمدير تاني، راح المدير بقول لحضرتك خصم لهم وكده. المهم رشاد قال خلاص الحمد لله. المدير قال لرشاد هتشتغل، قال لمانجا هتشتغل ولا تمشي؟ مانجا قال له انا مش باقي على الشغل. راح رشاد قال له لا انا هشتغل، انا هكمل. قال له مش هينفع يمشي الاثنين طبعا المدير. راح رشاد قال له ايه، طب روح انت الاداره بكره. قال خلاص مش مشكله، المصنع ده في التجمع الكامل، مفيش مواصلات ان هو يرجع تاني رشاد هنا لوحده. راح قال ايه، طب هكمل فطار مع زمايلي فوق تمام، وابقى اروح بقى معاهم بالميكروباص اللي بياخدنا. نزل رشاد يجيب الشيبسي عشان يكمل مع اصحابه، لقي مانجا دوت جايب ابن عمه في عربيه مستنيه رشاد من الصبح، وراح مطلع من العربيه زي ما تكون، انا عرفت ان بعد كده اسمها كوريك عربيه، ضرب رشاد هنا في راسه من ورا، وضربه على كتف رشاد ابني جامد كده طويل وجامد في نفسه، ومانجا معاه شنطه فيها سكينه، شنطه فيها اليونيفورم، فيها سكينه، طلعها عمل لرشاد كده في قلبه وفي بطنه هنا. مش يعلم فين تاني، انا كويس ان انا قادره اشرح لحضرتك، انا بس عشان نفسي قدام مانجا وكريم ده، عشان انا بتكلم عشان عايزه
عايزه ربنا يكرمني ويتعدموا. هم اتقبض عليهم بعد اتقبض عليهم بعد الحادثه باربع ايام عشان هم هربوا. هم هربوا. بس هو ده اللي انا اعرفه. انا طبعا في ايه؟ طب ليه؟ طب عشان ايه؟ عشان بس قصبوا النص يوم اللي بقول عليه لحضرتك ده وبس. نص يوم ولا نص شهر؟ نص يوم. نص يوم. نص يوم بس، ومالوش علاقه بيه ولا رشاد ليه علاقه بيه ابدا ابدا ابدا. ولا جاب سيرته خالص. ولا جاب سيرته خالص. ولا قال لك ان هو اتخانق مع حد او حصل ابدا ابدا ابدا. رشاد يعني عاد موضوع عادي فما اتكلمش. فالواد ان هو يستناه بقى يوم الجمعه ساعه صلاه الجمعه بالظبط، عمل اللي حصل ساعه صلاه الجمعه بالظبط. هو ما خدش ثواني، قتله ومشي قدام باب المصنع. كان مانجا ده ساكن مع واحد، فالواحد اسمه واحد يعني مش هقول اسمه، واحد منهم صحابه زمان. مانجا دوت بيحط السكينه، هما ساكنين مع بعض في سكن، بيحط السكينه في الشنطه وبيقول له لا انا لا رشاد لا بتوع الحدايق، وهم رايحين على المصنع الصبح شغلهم. بيحط السكينه كده استاذ تامر وبيقول له لا انا لا رشاد لا بتوع الحدايق. بتوع الحدايق عشان رشاد من الحدايق. عشان رشاد من الحدايق، وكل واغلبيه اللي بيشتغلوا في قسم الفراخ ده من الحدايق من هنا. هو صاحبه ده قال له الحكومه، قال له قال للشرطه، قال له انا شفت السكينه بيحطها في الشنطه وبيقول لنا لا رشاد لا بتوع الحدايق. بعدها بقى بثمان ايام بيكلمني محامي مانجا وكريم، بيقول لي القلم بيغلط، وبيقول لي خدي ديه القلم بيغلط وانا اقدر العب في الورق. محامي مانجا وكريم مسجلاه له. بيكلمك عشان بيكلمنا احنا بيقول لنا خدوا دية، وانا اصلا انا هجيب لهم ثلاث سنين. ثلاث سنين ليه؟ كل واحد ثلاث سنين. خطأ ولا قتل ايه؟ ولا قتل فرخه من فراخ الفرخه؟ ما هو بقى بيهددني بيخوفني عشان ما اعملش، يعني ربنا معايا الاول، ربنا معايا والاعلام والدنيا والحمد لله قضاء عادل عادل عادل. ما استنوش جابوا العيال وعملوا بصراحه اربع ايام كانوا جابوا العيال من حتت بعيده فهمني. فالمحامي قلق بقى فعشان كده بيهددني انا بس. وكانوا بيأثروا على الولاد اللي كانوا شاهدين ان مانجا ده كان جايب سكينه، كانوا بيأثروا عليهم في قلب القسم، يقول لهم قولوا ان هم ما كانوش متخانقين قبل كده، قولوا قولوا قولوا، وعمالين يقولوا لهم قولوا حاجات غريبه. انا ساكت بسمع حضرتك لغايه دلوقتي، بس انا لغايه دلوقتي يعني ما هو القصه انتهت غريبة. وفقدنا رشاد وهو يعني ما يغلاش على خلقه، بس انا مش فاهم ايه نوعيه الهزار. طب انت تعرفي ايه الهزار؟ طب ممكن تاخد ايه الهزار؟ ايه اللي حصل؟ وهل المانجا ده شخص طبيعي في عقله؟ هو الشباب زمايل رشاد في المصنع بيقولوا هو طبيعي ما فيهوش اي حاجه، فالنوعيه الهزار كانوا شغالين مع بعض، فده بيقول له انت بتقطع قطع الحاجه اللي انت بتعملوها دي صح. فمانجا ده مش قابل ان رشاد يتكلم معاه، مش قابل، مش عايز يتكلم معاه خالص. ودي كانت اول مره يتعاملوا؟ اول مره. اول مره يشوفوا بعض؟ بسال زمايله بعد كده رشاد ومانجا اتعاملوا مع بعض قبل كده؟ قالوا لي لا خالص، احنا بقالنا كتير قوي ما اتجمعناش على ترابيزه واحده مع بعض نكمل بقيه الشغل، ودي كانت ايه اول مره يتعاملوا فيها مع بعض، واول مره يحصل منهم بينهم اللي هي المشاده الكلاميه دي. رشاد في الطبيعي بيهزر مع الشباب، بيهزر عادي، كل الشباب بتهزر مع بعضها، بس ما فيش حاجه مثلا لفظ، ما فيش حاجه ان هي تنمر عليك، مش حاجه، ما حصلش اي حاجه. فلما مانجا ده طلع اشتكى للمدير، المدير طبعا يعني عشان الاثنين ما يتخانقوش مع بعض فابتدى قدامهم الخصم. رشاد اخويا نازل من على السلم بيقول له كده برده بهزار، بقول لاصحابه طب رشاد مثلا شد معاه في الكلام؟ قالوا لي لا، كان برده نازل على السلم بيهزر بيقول له كده برده خصم لنا نص يوم واحنا داخلين على العيد، خلاص يا عم عادي. مانجا ده نازل من على السلم من عند المدير مش بيتكلم، مش عايز حتى، مش صافي النيه وهو نازل. لما جم تاني يوم طالعين عادي، زمايله زمايل رشاد بيقولوا لي احنا طالعين عادي خالص، الاول بنفطر بعد كده هنبتدي نشوف شغلنا. لما طالعين على السلم ومانجا ده خبط رشاد، طبعا المدير شافه خبطوا وهم طالعين على السلم بكتفه يعني ده اللي زم... خبط كده ومانجا مانجا حجمه لا 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 خالص. هو ده زميله لا جاي زمايله هنا في مانجا ده مش اللي هو يعني مش لحد يتخاف منه، ما شاء الله كان رشاد. لا مش حجم رشاد، والا كان وقف لرشاد، لكن ده جاب له حد معاه. لا مش حجم رشاد. بعد كده زمايله بيقولوا احنا من بعد ما شفنا الكاميرات عرفنا ان في عربيه واقفه قدام المصنع قبل ما الشباب يوصلوا الشغل اصلا بساعه، وفيها شاب.
اما المدير شافهم هما الاثنين ما بعد ما مانجا خبط رشاد كانوا هيمسكوا في بعض، والمدير اخدهم عنده يقول لهم مش انا خلصت الموضوع امبارح، ايه المشكله؟ فالمدير بيقول لهم طب انتوا عايزين تشتغلوا ولا لا؟ رد رشاد اخويا قال له ايوه انا عايز اشتغل. رد مانجا قال له انا مش باقي على الشغل ومش عايز اشتغل. المدير طبعا طلعت القواعد عندهم في المصنع ان هو ما ينفعش يفصل واحد ويسيب التاني، فصل الاثنين وحول رشاد للاداره، بس طبعا كان يوم جمعه فقال له هتيجي الحد للاداره. عادي هو خد الموضوع عادي، نزل مانجا خرج من المصنع ونزل رشاد هيكمل فطار، ونزل يجيب شيبسي من مكان تحت، وبعد كده هيطلع يكمل فطار مع زمايله. نزل لقى المانجا وكريم رشاد اخويا نازل بشنطه هدومه فيها يونيفورم، شنطه بلاستيك، اليونيفورم بتاعه فيها يونيفورم، بيمشي شنطه بلاستيك كده عاديه خالص فيها يونيفورم. دخل عليه كريم على رشاد اخويا بالكوريك، بالعصايه الكوريك اللي هي هما الشباب وصفوها، ضربوا على دماغه وضربوا على كتفه. فطبعا رشاد اخويا عشان مليان ما وقعش، هو داخ بعد كده جه مانجا بالسكينه اللي جايبها معاه وضربه في بطنه والضربه التانيه في قلبه. حضرتك كنت في المستشفى الساعة كام؟ قولي لي، كنت في المستشفى بعد صلاة الظهر. احنا يعني صلاة الظهر شغالة، الخبر جالي على بال صلاة الجمعة، على بال ما وصلت ما اعرفش خدت قد ايه وقت والله. ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. انا عارف ان حضرتك فقدتي الوالد قبلها بست شهور، ربنا يثبتك يا رب ويديك الصحة يا رب. انا صورت حوادث كتير، حضرتك عندك ثبات مع الموقف، ربنا يا رب يلهمك الصبر. مطمنه ان ابنك في حته حلوه صح؟ اه، عشان بعت لي. بعت لك ايه؟ بعت لي حد شاف، حد كويس قوي شاف رؤية، وبعت لي في الرؤية دي روح لماما وقولي لها انا في حته حلوه. وراح تاني وقال لها قولي لماما، طبطبي على ماما، لان انا ورشاد بنحب بعض قوي قوي، لان رشاد عمر ما هلاقي حد عاقل زيه، ولا حد في دماغه، ولا حد في طيبته، ولا حد زيه كده، راجل 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 بمعنى الكلمة راجل. ممكن تحكي لي الحلم كان ايه؟ الحلم ان هو راح لحد وقال لها روحي لماما، هي الست دي ست صالحة جدا، شافته حاجة جميلة قوي قوي قوي، فقال لها روحي طبطبي على امي وقولي لها ما تزعلش، ده اول يوم انا في حتة حلوة. تاني يوم راح لها وقال لها روحي لامي طبطبي عليها كده، روحي لامي طبطبي عليها كده وقولي لها ان انا ارتاح. ده بعد ما مسكنا ايه، بعد ما الحكومه مسكت الولاد، عمل لها كده بايده وقولي لها ان انا ارتحت حبيبي. وبعد كده عشان هو بيعرف كل حاجه عني، ثالث يوم ثالث مره بقى راح لها يبص لها كده عشان عارف ان انا رايحه عند الست دي انا ما اعرفهاش، بس انا سالت عليها عايزه هي بتبعت لي رسائل مع اخواتها. عشان هي بتعرفوش بعض، ما نعرف، انا ما اعرفهاش. اه، فرحت لها هو عشان يعرف ان انا هطلع البيت ده. حبيبي رشاد ده كان حبيبي، بقول لك حبيبي كان راجل، دي جوهره، دي اسمها الجوهره عنده، دي جوهره. اخوه ده حاجه تاني، بعد ابوه ما توفى، لا 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 ده حسبي الله ونعم الوكيل في مانجا، في المانجا وكريم، وان شاء الله باذن الله اعدام استاذ تامر ان شاء الله. والله انا معاكي في القصص، وده ذكر في القران. انا لو كنت ثابته نقول حاجه من دماغنا يا رب، انا لو كنت ثابته وبين علينا ثابته، انا جايه من المستشفى النهارده الصبح سكري وتي خالص خالص. لا مش قصدي كده، انا لا انا مش على كده، اقول لك حاجه وانا ايه عشان اخواته، انا بترجى من ربنا يخلي لي اخواته. يهم لك يا رب وديك الصحه. يا رب. انا فقدت ابويا واخويا في ست شهور. ياه. وامي تصرفت نفس التصرف اللي عند حضرتك كده، وبسبب رؤيه برضو ده. الله. فده اللي خلاني ان انا اسال السؤال ده بس عن تجربه شخصيه. الله، عشان كده انت انا حسيت ان حضرتك انت مصدق يا عيني الرؤيه. اه جدا جدا. ايوه جه وفعلا بيرتاح، وفعلا في مكان احسن، وفعلا يمكن هدف من اللقاء ده كله ان اكد لك الرؤيه على فكره. مش على فكره انا مصورش اصلا حوادث بقالي فتره كتير، عشان بس حاجه تبقى عارف انا موقف حوادث عشان انا ما بقتش عايز الجانب الظلمه ده من حياتي. سبحان الله. ايوه فعلا، يمكن حضرتك كده عشان انا حلمت باخويا، ودي كام مره اقولها، حلمت باخويا ان بقى ضابط في مرتبه اعلى. الله. فعشان كده بقول لك هو اكيد هو في مكان احسن بكتير حبيبي. ما دام هو في يوم جمعه وشخص توفى وهو على عمل وفي عمل، يعني مش محتاجه، يعني ده ديننا اللي بيقول. انا مش انا شخص يعني لا ادعي العلم، وانا ابعد ما يكون من ده. ربنا يا رب يرحمه ويصبرك يا رب. مش عايز اعمل لقاء مع حد تاني خلاص، انا كده، انا بلقاء بيكي كده انا مكتفي. اعمل لقاء مع اصحابه عشان تعرف، عشان الناس تعرف هو عمل ايه فيه في الشارع.
باين يغش صور في كل حته. هو مش دي سيره صالحه من اول يوم؟ مش دي سيره صالحه؟ مش سيره طيبه؟ هو هننقل بشاعه الجريمه؟ ما هو دي الجريمه كده كده فقدنا فيها الغالي، هنقول فيها ايه؟ مش نتكلم عن هو قد ايه كان صالح وقد ايه هو كان تبع عند امه واخته. ابوه لما توفى احنا جبنا بابا من المستشفى، فانا كان نايم هنا. دي اوضته؟ لا هي دي شقتنا يعني. هي فالمهم ان بابا كان نايم متوفي، لقينا رشاد راح سال مشايخ على تفاصيل التفاصيل. لقينا رشاد طلع والله العظيم يا استاذ شال صوره ابوه دي، لا عشان بتمنع الملائكه، لازم الملائكه تبقى حوالين بابا. تخيل انت بقى، تخيل دماغه دماغه وديته فين؟ بقى يعمل حاجات لبابا. ما تصوتيش، الاخر ما صوتش على رشاد، ما خليتش حد صوت على رشاد. قلت له ما بيحبش الصويت، بيحبش حاجات كتير. ما بيحبش حاجات كتير استاذ تامر، كان عاقل قوي. ربنا كان عاقل قوي قوي قوي، يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. يا رب هو بقى اللي يتشفع لنا، مش احنا اللي هندعي له. يا رب يا رب ربنا يا رب يبارك لك في ابنك وبنتك. يا رب يا رب يا رب يا استاذ. انا بشكرك وبقاء لله، ويعني واطلب يعني باول كل الشكر لوزاره الداخليه الحقيقه للتفاعل في خلال اربع ايام، وان تم القبض على القاتل. واتمنى من قضائنا النزيه يعني ان يكون في قصاص بشكل حاد، عشان ده مش عن غلط، ده قتل لمستقبل شاب ومستقبل العيلة كاملة. بشكرك. شكرا.